السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن رموز الفاكهة اجمعها في المنام، لان الفاكهة دي بتدل على اهل الجنة، رمز اهل الجنة. فاكهون يعني السعداء المنعمون اللي داخلين على فترة راحة طيبة. الفاكهة بعدها بتدل على الزواج او اتمام الامر للزواج. هنتكلم يا حبايبي عن التفاح الاحمر والتفاح الاخضر، ده انا جاتلي كتير في التعليقات. التفاح الاحمر للبنوتة العزباء بيدل على اتمام الزواج لها، او الاعزب اتمام زواج لها باذن الله، وعن شخص سيرته طيبة وشخص طيب وشخص قوي وشخص عنده دين واخلاق، دايما سيرته بتكون طيبة. ده التفاح الاحمر يا جماعة. طيب التفاح بالنسبة للست المتزوجة دلل على ان هي لو شافت التفاح الاحمر في المنام عندها اطفال، هيكون في عيل فيهم او ولد فيهم هيكون مخه دماغه ناشفة، لان التفاح من الثمر اللي هو ناشف الجامد ده، فهيكون عندها دماغه ناشفة مسمعش الكلام عصبي. اما بالنسبة لو ست حامل وشافت التفاح، ربنا هيرزقها بولد، بس هيكون برضو دماغه ناشفة ومش بيسمع الكلام بسهولة. اما بالنسبة حبايب للتفاح الاخضر، فالتفاح الاخضر ده بيبقى رزق زي الاحمر، رزق برضو، رزق في الذرية ورزق في الزواج ورزق في كل حاجة، رزق طيب. اما التفاح الاخضر رزق، بس رزق عليه شوية، لانه التفاح اخضر بيتقال عليه اخضر، كل حاجة خضرة بيبقى لسه على الرزق ده شوية، او الزواج لسه عليه شوية، بيبقى ياخد فترة غير الاحمر، لان الاحمر بيبقى استوى خلاص بيتاكل او كده يعني. فدايما يا جماعة التفاح الاخضر بيبقى رزق ولسه عليه شوية، زواج ولسه عليها شوية، خطوبة ولسه عليها شوية، لسه هتتخطب بتحلم او بتشوف التفاح تعرف ان هي خطوبتها، بس لسه شوية. اللي بتحبه هيجي لها، بس لسه شوية، لسه قدامه حاجات كتير يعملها او ظروفه مش سامحة. ده التفاح الاخضر يا حبايبي. فدايما الفاكهة يا جماعة بتدل على اهل الجنة، على الراحة، على الرزق. يعني مش الفاكهة اللي هي الحادقة دي لها تأويل تاني، زي البرتقال، زي الحاجات اللي هي الحادقة. اما الحاجات الرطبة دي بيبقى رزق، ورزق دايم ورزق رطب، زواج حلو وعيشة حلوة، رزق كويس ورزق جايلك. اللي هي تبقى ولما تشوف الفاكهة في معادها كمان بتبقى في معادها، يعني رزق ورزق دايم، غير معادها رزق مؤقت حاجة وبتتصرف بسرعة. تمام يا جماعة؟ فدي رؤية التفاح لانها جات لي كتير في المنام. بس يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش على الفيديو من تحت في التعليقات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. اللايك يا حبيبي عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. عندكم كلمة الاشتراك بالاحمر، يا ريت تدوسوا عليها. والله اعلى واعلم.